كلمة بدأنا انترسبترال ليرنينج نيرون، وخدنا طبيعة الليرنينج وازاي نعمل ليرنينج او تريننج للويكس. تعالى ناخد اكزامبل عشان نوضح الابلكيشنز بتاعت الانترسبترال دي بتستخدم في ايه. بيقول لي ديزاين ا نيورال نتورك يوزنج ا سنجل بيرسبترون تو كوركتلي كلاسيفاي، عشان يعمل كلاسيفيكيشن لتو كاركترز اللي هي الاكس والاتش. يعني انا دخلت التو كاركترز دول فيعمل كلاسيفيكيشن، يقول الحرف اللي داخل ده اكس والحرف اللي داخل ده اتش. طيب مين هو البرسبترون؟ البرسبترون اللي هو السنجل نيورون بيبقى فيه فيكسد انود كده اكس 0 اللي هو بلس 1 ولول ويت اللي هو بيمثل البايس دبليو 0، وفي مجموعه هنا من الانودز اللي هي اكس 1 اكس 2 الى اكس ام، وكل انود له الريسبكتيف ويت بتاعه. وادي الاوتبوت اللي خارج من البرسبترون. طبعا جوه الدايره دي كده او جوه النيورون ده في حاجتين بيحصل، اللي هو السمشن اللي بحسب منه التوتال سم اوف اول انبوتس اللي هو الفي، ثم الاكتيفيشن فانكشن. وقلنا ان الاكتيفيشن فانكشن في البرسبترون بتبقى عباره عن ايه؟ الاكتيفيشن فانكشن ثري شورت او هارد ليميت، سواء بقى بنوعيها من الاثنين، يا اما يوني بولر خرجها 1 و0، يا اما باي بولر خرجها 1 و2 ناقص 1. فده كده البرسبترون. ده كده انترنال اند. ده تمثيل بس رياضي لعمليه مين؟ البايس. البايس او الثري شورت. زي ما قلنا ما عملنا اسقاط على البيولوجيكال نيور، الخلايا العصبيه النيرف سيلز اللي جوه البرين، للخليه بيخليها انبوتس عن طريق مجموعه من الايه؟ الخلايا الدندرايت، وبتطلع اوتبوت على الاكسون. فجوه الخليه بيحصل ان كل الانبوتس دي بيحصل لها اكيوميليشن او سمشن، بحيث تتقارن بعد كده بالثري شورت او البايس اللي تحت. فالويت دبليو زيرو ده انديكيشن رياضي لعمليه البايس او الثري شورت. انما الانبوتس دي اللي انا بدخلها من بره دي كده بتمثل انبوت باترن. يعني ايه باترن؟ باترن اللي هو اطار او نموذج او موديل. يعني ايه برضه باترن؟ انت وش مثلا عبد الله وش عبد الرحمن، فانت وش عبد الله واخد شكل معين، اتشي بشكل معين، فده كده باترن. وش عبد الرحمن مثلا له شكل تاني فده باترن تاني. اذا كلمه باترن المقصود بيه شكل الانبوت اللي داخل عباره عن ايه. فالانبوت باترن ده ممكن يبقى ايمج ادخله صوره، دخل انا صوره على النيورون، فالايمج دي ممكن تبقى صورة مين أو صورة في مين؟ جوه هنا الميل الوش بتاعه واخد شكل معين فده باترن، والفيميل هنا الوش بتاع الفيميل برضه له شكل تاني فده باترن تاني. فأنا بدخله أنا هنا ايمج وبستخدم الكلام ده في حاجة بنسميها الفيس ريكوجنيشن او الفيز كلاسيفيكيشن. ان الباترن اللي داخل ده هل هو صوره مين ولا صوره في مين؟ يعني ادخل له صوره هنا فالاوتبوت اللي طالع يقول لي ده مين، او الاوتبوت اللي طالع يقول لي ده في مين. اذا المين والفي مين ده كلاس وده كلاس تاني. عشان كده من اهم استخدامات البرسبترون لحاجه اللي بنسميها الباتر كلاسيفيكيشن
او البتر ريكوجنيشن اللي هو تصنيف او التعرف على الانماط. ان انا ادخله هنا باتر، الباتر ده ممكن يبقى ايمج، ادخله ميل في ميل، صوره قطه، صوره كلب، صوره شجره، صوره حيوان، او صوره هيومن، او صوره حيوان، يعني ادخله ايمج ويقول لي ان الباتر او الايمج اللي دخلتها دي ايه نوع الصوره دي، ايه نوع الكراس بتاعها، هل هي صوره ميل، صوره فيميل، صوره قطه، صوره كلب، صوره شجره، وهكذا. فالباترن ده ممكن يبقى ايمج، ممكن يبقى هاند ريتن كاركتر، كاركتر انت كاتبه بايدك، زي مثلا رقم 2 او زي حرف اتش او زي حرف اكس او زي رقم 3 او ممكن الكويشن مارك او السلاش دي، او ممكن مثلا اديله مربع او مثلث، ده كده كاركتر انت كاتبه بايدك، فده هاند ريتن كاركتر. فده شايف هنا المربع او المستطيل له شكل، فده باترن، انما المثلث له شكل تاني، فده باترن تاني. الاثنين الشكل بتاعها الشيب اللي بتمشي عليه فهي واخده باترن معين غير الباترن اللي واخداه مين؟ التلاته. يبقى الانبوتس دي اكس 1 اكس 2 اكس ام دي نيوميريكال فاليوز، دي ارقام، بس هي في الاخر بتمثل هنا انبوت داخل اللي هو بيمثل باترن. الباترن ده بقى ممكن يبقى ايمج، صوره ميل او فيميل، او ممكن يبقى هاند ريتن كاركتر، اي كاركتر بقى سواء حرف او رقم او سيمبل او شكل مربع مستطيل. فمن ضمن استخدامات البرسبترون اللي هي عمليه الباترن كلاسيفيكيشن او الباترن ريكوجنيشن، ان انا لما ادخله هنا رقم 2 وادخله مثلا اتش، يبقى الاوتبوت اللي خارج يقول لي انا مدخل 2، او الاوتبوت اللي خارج يقول لي انا مدخل ايه؟ اتش. يعني يعمل كلاسيفيكيشن تصنيف او ريكوجنيشن تعريف على الانبوت باترن اللي داخل ده. طيب هو لما دخله ميل او فيميل، الاوتبوت اللي خارج بيقول لي ان ده ميل او ده فيميل، يعني هو بيصنف ما بين كام كلاس دلوقتي؟ ما بين تو كلاسز. ليه تو كلاسز؟ لان الاكتيفيشن فانكشن هنا العلاقه ما بين الواي والفي، ان الواي بتساوي 5 وفي اللي هي خارجها 0 1 او 1 ناقص 1 اللي هي الثريشولد او الهارت ليميتنج. الاوتبوت انا واخد تو ستيتس، يعني تو كلاسز، لما يطلع اوتبوت في واحد معناها ان في باترن هنا معين دخل. طب لو الباترن ده او الكلاس ده اتغير دخل باترن تاني، يبقى الاوتبوت تطلع بيساوي كام؟ زيرو. هو بيصنف ما بين تو كلاسز. مفهوم يا جماعه الباترن دي؟ زي انت كده ولا خلينا نوضح الحته دي كمان شويه. فهو هنا بقى بيقول لي عاوز اصمم نيورال نتورك باستخدام البرسبترون. ادي البرسبترون اهو. خلاص؟ يعني ايه اصممه؟ يعني احسب الاركتكشر بتاعه. خلاص؟ احدد الاركتكشر بتاعه. يعني ايه احدد الاركتكشر بتاعه؟ اولا الاكتيفيشن فانكشن ثابته اللي هي الهارد ليميت، بس لازم احدد له كام ان؟ 2 3 4 5، ولازم اعمل ليرنينج لمين؟ للويتس كمان. خلاص؟ طيب اللي داخل هنا بيمثل باتر زي الاكس وزي الاتش. فانا بدخله هنا اكس او بدخله هنا اتش او بدخله ايمج. دي في الاخر بتتحول الى اكس 1 واكس 2 واكس ام. دي ارقام فاليوز. ممكن تبقى 0 1 او ممكن تبقى ارقام صحيحه 5 2 4 6 100. دي في الاخر نيوميريكال فاليوز. ازاي بقى الباترن اللي انت مدخله اللي بيمثل ايمج صوره او بيمثل كاركتر بهذا الشكل يتحول الى هنا الى نمبرز اللي هي القيم الايه؟ الانبوتس. لما نيجي نعمل الكلام ده بنقسم الايمج اللي داخله ديت او الباترن اللي داخل ده الى مجموعه من البيكسلز.
ادي البتر اللي داخل، فبقسم ده الى مجموعه من البكسلز بالشكل ده كده. المربع الواحد ده بنسميه بكسل. ده لو كان له حالتين، لو هو بلاك فبياخد باينري 1 1، ولو هي وايت فبيبقى 0. يعني كان الامج او الباترن اللي داخل ده بتحوله هنا الى قيم اكس 1 واكس 2 اكس ام الى 1 و0، كمان بتعمل لها كودنج، بس نوع الكودنج هنا ان هو ايه؟ باينري كودنج. تتحول 1 و0 ازاي؟ ان كل بكسل لو هي باللون الاصفر تبقى واخده 1، ولو هي باللون الابيض تبقى واخده 0. طب لو افرض انت، لو افرض ان انت ده لو انت بتعمل شغال على الباينري، طب افرض ان الصوره دي مثلا فيها الوان بقى محدده، مش ابيض واسود بس، فهتبقى جري، يعني في ان بتوين اللي هو الابيض، انت بتقول الاسود 1 والابيض 0. طب هي لو فيها الوان بقى متعدده ما بنستخدمش الباينري كودنج، بنستخدم الجري. الجري ان احنا بندي ارقام من 0 لـ 255، ان هو يبقى 0 ده مثلا اللون الابيض، وال 255 ده مثلا اللون الاسمر او العكس، وحسب درجات الالوان بقى اللي ما بينهم بديها رقم 2 3 4 5 6، يبقى كل بكسل بلون معين بديها ايه؟ رقم من 0 الى 255. هنشوف الكلام ده لما نيجي ناخد المالتي لاير نيورال نتورك، بس خلينا مبدئيا ماشيين على الباينري كودنج، ان انا امثل البكسل يا بواحد يا بزيرو. طيب انا عندي الاكس والاتش، عشان ده يمثل حرف اكس او يمثل حرف اتش، يبقى ايه البكسلز المفروض تبقى باللون البلاك، وايه البكسلز المفروض تبقى باللون الوايت؟ اولا بص يا باشمهندسين، الباترن اللي داخل ده انت بتقسمه الى صفوف واعمده، خلاص؟ والبيكسلز دي هتترجم لواحد او صفر على حسب هي بلاك ولا وايت. فانت بتقرا كده، بتقرا الصف الاول وتعرف ترجع الصف الثاني، وتقرا الصف الثالث، وتقرا الصف الرابع، وتقرا الصف الخامس، عشان ده في الاخر يتحول الى اكس 1 واكس 2 واكس 3 الى اكس ام، اللي هو الفيكتور اللي هو كابيتال اكس اللي احنا اتكلمنا عليه في عمليه الدربنج. يعني هي ماتريكس صفوف واعمده، كام دايمنشن؟ تو دايمنشن، صفوف واعمده، انا بحولها الى دايمنشن واحد، كاني بعمل ريت شيبنج، تغيير في شكل الايه؟ الصوره، بس بقراها صف وبعد كده الصف الثاني والصف الثالث وهكذا. طبعا انت كل ما زودت عدد البكسلز معنى كده ان كل بكسل هتترجم بايه؟ بام، خلاص؟ فخلينا يعني هو عاده مثلا ممكن تقسمها الى 10 في 10 او 20 في 20 او 7 في 7. فلو قسمتها 10 في 10 يبقى فيه كام بكسل؟ 100. 100. كل بكسل بتدي 1 ان، يبقى البرسبتور ده له كام ان؟ 100 ان. خلاص؟ بس طبعا لغرض ان احنا نفهم بس الليرنينج رول وازاي احنا بنطبقها على النيوميريكال، فاحنا ممكن نقسم الى 3 و3، 3 صفوف و3 اعمده. يعني انا مثلا ادي هقسم الى 3 صفوف و3 اعمده بهذا الشكل. ده عشان يبقى اكس، ده عشان ياخد اكس، يبقى كده، يبقى دي تبقى بلاك، ودي تبقى بلاك، ودي تبقى بلاك، ودي تبقى بلاك، ودي تبقى بلاك، بالشكل ده كده.
يبقى كده واخد شكل حرف اكس. يبقى الاكس ده لما اجي احوله لما ادخله من الاكس يتحول الى ان. يبقى واحد زيرو واحد. طب ده لو كان بيمثل الاتش يبقى دول كده هيبقوا بلاك. بالشكل ده كده يبقى الاتش واحد هتساوي يلا بقى واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد 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 زيرو واحد. فدي لما تدخل بيحصل الاول هنا بري بروسيسنج عمليه معادله الاول ان انا اقسم الباتر او الايمج دي او التراكتر ده الى مجموعه من الايه الفيكتور ثم الكلام ده يتحول الى نيوميريكال فاليوز اللي هي الان. وبالتالي البرسبتور بتاعنا الاكس هيبقى له كام ان؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 اكس 8 اكس 9 هيبقى له 9 ان بالشكل ده كده. ده لويت دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 دبليو 4 5 6 7 8 9 بالاضافه الى الفيكسد انبوت اللي هو بلس 1 بالبايس بتاعه وادي الاول. يبقى ده كده شكل البرسبتور اللي هو يعمل عمليه كلاسيفيكيشن ما بين اكس واتش. في اي نيورال نتورك في اي ابلكيشن لازم تحدد الاول شكلها مين الاركتكشر بتاعها. فخلاص انا عندي النيورون له 9 انبوت. الحاجة الثانية اللي محتاج تحددها ايه هي بقى قيم الويتس دي؟ عشان نعمل ليرنينج وتريننج للويتس. هي طريقة الليرنينج في البرسبتور سوبرفايزد ولا ان سوبرفايزد؟ سوبرفايزد. يبقى لازم يكون عندي جيفن التريننج داتا سيت. مين هي التريننج داتا سيت؟ اللي هي قيم الان اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 اكس 8 اكس 9 بالاضافه الى التارجت او الديزاير اللي هو الواي ديزاير او التارجت. هيبقى بقى عندنا متوقع كام سامبل؟ هيبقى اللي هي بيساوي عدد ال البارامترز بتوعي عدد الويتس على الايرور المفترض ما بينهم اللي هي ال الاحتمالات الان. لا ما هو خد بالك اكبر منها بيساوي التريننج داتا سيت لما دخلناها الانبوتس دي المفروض اكون عارف الديزايرد اوت اللي خارج منه صح؟ الانبوتس اللي داخله دي بتمثل مين؟ يا اكس يا اتش. فانا لو دخلت لهم اكس او اتش الاكس هنا عباره عن واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد واحد والاتش واحد زيرو واحد زيرو خمس وحيات خمس وحيات زيرو واحد زيرو واحد. إذا دي السامبل الأولى ودي السامبل الثانية. تمام؟ إحنا بقى عاوزين لما أدخل أنا إكس الأوتبوت يقول لي إن داخل إكس ولما أدخل إتش الأوتبوت يقول لي إن داخل إتش. إذا هو هيصنف ما بين كام كلاس دلوقتي؟ 100 ما بين 2. طب ما هو الأوتبوت واخد تو ستيتس يا واحد يا زيرو. فأنا ممكن أقول ان لما ادخله اكس ده يطلع واحد ولما ادخله اتش ده يطلع زيرو او العكس.
انت اللي بتصمم. بس طبعا التريننج داتا سيت هنا هيبقى فيها كام؟ دي كده السامبل الواحده دي كده بنسميها سامبل او اكزامبل، بس بتبقى ليبل. ليبل ليه؟ لان كل انبوت سامبل من الانبوتس انا عارف المفروض الديزاير ده بيبقى خارج، عارف نوع التراث اللي طالع ايه. خلاص هنطبق بقى طريقه الليرنينج على البرسبتون ده. عشان اطبق طريقه الليرنينج طبعا هو التريننج داتا سيت دلوقتي فيها تو سامبل مش كتير، بس ده الغرض ان احنا نطبق الالجوريزم ايه نيوميريكال. انما انت لو عاوز بقى داتا سيت كبيره لا انت بتقعد بقى ايه تشوف بقى تاخد يعني ايه سامبلز كتير. ولو دي مثلا بلاك يبقى ده قريب ان هو يروح على الاتش فدي سامبل، فانت ممكن تكتر عدد الايه السامبلز او تروح تجيب تريننج داتا سيت من على النت بقى من على كاجل او اي حاجه. طيب ازاي بقى اعمل ليرنينج للويتس دي والتريننج داتا سيت؟ بنطبق طريقه الليرنينج ازاي؟ كنا بنجيب الانيشال ويتس الاول بنحط الانيشال ويتس اللي هي كابيتال دبليو في كام؟ في ام ناقص واحد وفي واحد على السامبل الاولى خلاص الانيشال بس الفيكتور ده اللي هيبقى دبليو 0 وفي 1 ودبليو 1 وفي 1 ودبليو 2 وفي 1 ودبليو 3 ودبليو 4 ودبليو 5 ودبليو 6 و7 ودبليو 8 ودبليو 9. يبقى الدايمنشن بتاعها ده كام في كام؟ ام زائد 1 في 1. ما انا عندي الام هنا الام اللي هي عدد الام في كام؟ 9 بلس كمان ده يبقى ده يطلع 10 في كام؟ 10 في 1. وانت هتحط انيشال فاليوز من عندك ما بين ناقص نص ونص. طبعا هي مش قاعده عامه يا جماعه، المفروض تحط في اي كلمه ثانيه. انت على الكمبيوتر في البروجرامنج بتعمل راندوم جنريتور يورد لك القيم الابتدائيه دي. ده كده الانيشال ويتس. بعد كده بقى هات ان بتساوي 1 هات ان ايكوال 1 خلاص. هتدخل السامبل الاولى اللي هي السامبل دي قيم الام بس دي وتحسب الفي. انا هحسب من هنا الفي في 1 الفي بيساوي ايه؟ دبليو 0 اكس 0 زائد دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2 زائد دبليو 3 اكس 3 زائد دبليو 4 اكس 4 زائد دبليو 5 في اكس 5 اند سو اون لحد دبليو 9 في اكس 9. بس دي كلها اوف 1، دي كلها الويتس والانبوتس كلها اوف 1 عند ان بتساوي 1. طبعا الدبل دي اوف 1 والدبل 1 اوف 1 والدبل 2 اوف 1 والدبل 3 اوف 1 دي كلها مين يا جماعه؟ الانيشال ويتس اللي انت فرضها. وبدلاله بقى طبعا لما بقول لك بدخل هنا اول سامبل انا عندي الاكس هنا كفيكتور عباره عن اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 اكس 8 اكس 9 ده كفيكتور ده الان.
بس دول كده دول الاكسترنال اند وده الانترنال. فقيمه الاكس دي عند ان بتساوي 1 ادي القيم بتاعه الاند اللي هي 1 0 1 0 1 بس الاكس 0 دي بكام؟ دي بكام؟ دي بواحد. دي بواحد. والاكس واحد؟ بواحد. بواحد. والاكس 2 0 بزيرو. والاكس 3 بواحد. والاكس 4 0 وهكذا اللي هي اول سامبل دي اللي هو الفيكتور ده. ومن بعد ما تجيب الفي اف واحد خلاص تحسب الاوتبوت اللي خارج اللي هو الواي اف واحد على حسب بقى قيمه ده. ومن الاوتبوت اللي خارج ده انت بعد ما بتحسب الاوتبوت واي اللي هو الاكتوال بتقارنه انت هنا بالقيمه الديزاير وتطلع من هنا الايرور. الايرور ده هو اللي بيعدل لك من كل الايه الويتس دي. فانا هطلع من هنا الاي اوف واحد. الاي اوف واحد بيساوي الواي ديزاير اوف واحد ناقص الواي اوف واحد. الواي اوف واحد ده اللي انت حاسبها. طب الواي ديزاير اوف واحد دي موجوده منين؟ من التريننج داتا سيت اللي هي هنا ايكوال كام؟ ايكوال 1 خلاص. وتحسب من هنا الاي اوف واحد. بعد ما حسبت الاي اوف واحد هتروح بقى تطبق الليرنينج رول. الليرنينج رول كانت بتقول ايه؟ بتقول القانون الجنرال بتاعها دبليو اوف ان بلس 1 بيساوي دبليو اوف ان زائد الليرنينج ريت في الاي اوف ان في الاكس اوف ان. ده القانون بتاع الليرنينج. بحيث بقى ان الليرنينج ريت الايتا اللي هو الليرنينج ريت ده هيبقى جبر انا هديهولك برضه. وبالتالي انت لما تيجي تعمل مساله الليرنينج دي عشان الناس كلها تتفق في الحل في الاخر الانيشال ويتس انا هديها لك والليرنينج ريت انا هديهولك. فانا هبقى مديك الانيشال ويتس وهبقى مديك الليرنينج ريت خلاص. فانت تبدا تدخل اول سامبل بالانيشال ويتس اللي اديها لك. تبدا تدخل اول سامبل في تريننج داتا سيت وتحسب الاول ومنه تحسب الايرور. طبعا القانون ده يا جماعه انت بتقول دبليو في ان بلس 1 ودبليو في ان. مين هي الان؟ الان دي اللي هي رقم الايتريشن او رقم السامبل اللي هي الستيب سايز. فانا عند ان بتساوي 1 لما اقعد عند ان بواحد يبقى دي الدبليو في 2 هتساوي الدبليو في 1 زائد الليرنينج ريت في الاي اوف 1 في الاكس اوف مين؟ 1 في الاكس اوف 1. بس تاخد بالك بقى ان انا كاتب المعادله دي كسكيلر ولا كماتريكس؟ ماتريكس. كماتريكس يعني الدبليو في 2 ده هيبقى دبليو 0 وفي 2 الى دبليو 9 وفي 2 ده كفاكتور هيساوي الدبليو 0 وفي 1 الى الدبليو 9 وفي 1 زائد الليرنينج ريت هيبقى جيفن والاي وفي 1 انت حسبته والاكس وفي 1 اللي هو مين؟ اللي هو اكس 0 وفي 1 واكس 1 اوف 1 الى اكس 9 اوف 1. مين هو قيمه الانبوت اوف 1 اللي هو اول سامبل اللي هو قيمه الانبوتس دي. فحسبت انت الدبليو في 2 خلاص. وبعد كده ارجع اكرر الكلام ده تاني ادخل السامبل اللي بعدها عند ان بتساوي 2 ادخل السامبل الثانية دي هدخل السامبل الثانية هنا كانبوت. وانا بدخل اول سامبل الانبوت بنضرب في الويت بس انهي ويت؟ اللي هو الانيشال اللي هو الدبليو اوف واحد. لما اجي بقى عند ان بتساوي 2 لما ادخل السامبل دي كانبوت
هتنضرب بقى في انهي ويت؟ في الويت الجديد اللي انت ايه عدلته اللي هو الدبليو في كام؟ الدبليو في 2. لكن انت تخيل القانون بتاع الليرنينج ممكن تكتبه كسكيلر ايكويشن اللي هو الدبليو اي وده دبليو اي وده الاكس اي. بس عارف انا لما طبقت سكيلر ايكويشن محتاج اطبقه كم مره هنا؟ 10 مرات. انما فكره ان احنا هنكتبها على شكل ماتريكس بتوفر لك شويه ان انت وان شوت في خطوه واحده بتجيب كل الويتس كلها ايه؟ مره واحده. بعد ان بتساوي 2 هنروح نحسب الفي اوف 2. الفي اوف 2 اللي هي دبليو 0 في اكس 0 زائد دبليو 1 في اكس 1 الى دبليو 9 في اكس 9. بس دي اوف 2 ودي اوف 2 ودي اوف 2 كل الكلام ده اوف 2. الدبليو 0 والدبليو 1 لحد الدبليو 9 اوف 2 دي اللي انا هحسبها من الخطوه اللي قبلها اللي هو الفيكتور ده. انما الاكس 0 في 2 بكام؟ اكس 0 في 2 دي بواحد دايما بواحد. انما اكس 1 في 2 لحد اكس 9 في 2 اللي هي القيم مين؟ السامبل الثاني. ومنها نحسب الواي في 2. احسب الفي ومن خلال الاكتيفيشن فانكشن واي احسب الفاي احسب الواي. ومنه احسب الايرور الاي في 2 اللي هيساب الواي الديزاير اوف 2 ناقص الواي اوف 2. الواي اوف 2 اللي انا حسبها. طب الواي اوف 2 دي اللي هي بتساوي 0 طبقا للتريننج داتا سيت. تحسب الايرور اي اوف 2 واروح بقى اعدل الويتس من القانون ده. بس انا حاطط ان بكام؟ 2. يبقى هنا الدبليو اوف 3 هتساوي الدبليو اوف 2 زائد الليرنينج ريت في الاي اوف 2 في الاكس اوف 2. مين هي الدبليو 3؟ اللي هي الدبليو 0 اوف 3 الى الدبليو 9 اوف 3. ده كفكتور هيساوي الدبليو اوف 2 اللي هي الدبليو 0 اوف 2 الى الدبليو 9 اوف 2 زائد الليرنينج ريت ده جيفن والاي اوف 2 انت حاسبه من الخطوه دي الايرور والاكس اوف 2 اللي هو عباره عن اكس 0 اوف 2 والاكس 1 اوف 2 الى الاكس 9 اوف 2 اللي هو السامبل الثانيه في التريننج داتا سيت. وهكذا لو كان في سامبل ثالثه عند ان بتساوي 3 ارجع اكرر نفس الايه؟ هفضل عمليه الليرننج دي تستمر لحد امتى؟ افرض ان التريننج داتا سيت ما كانت خلصت ولسه الويتس ما استقرش. يعني ايه يا جماعه الويت استقر؟ دي قيمه الاولد ولا القيمه النيو؟ نيو. دي اولد. ودي القيمه النيو. والمفروض الجزء ده كده ده الكوريكشن او الادجستمنت او التشينج. ده الجزء ده اللي احنا سميناه دلتا دبليو. معتمد بقى على مين؟ اول ما الايرور ده يصل للزيرو. يعني ايه الايرور يصل للزيرو؟ يعني لاي انبوت هدخله مع الويتس اللي انا وصلت لها متوقع ان الاوتبوت اللي خارج ينطبق على الاوتبوت اللي موجود في الايه؟ في التريننج داتا سيت. فاول ما الايرور يصل للزيرو كان الويت ثابت، اجي اعدل منه الاقي واحد نفس القيمه، اجي اعدل منه الاقي واحد نفس القيمه. فيفرض ان التريننج داتا سيت خلصت ولسه الايرور ما وصلش للزيرو، ارجع ادخلها مره ثانيه وادخلها مره ثالثه، ادخال التريننج داتا سيت كلها مره واحده بنسميه ايه؟ الاي باك. دي عمليه الليرننج. طيب في بقى حاجه ثانيه عاوز اوضحها في النيورال نتورك. هي النيورال نتورك يا جماعه ايه المميزات بتاعتها؟ يعني البرسبترون ده كارتفيشال نيورال نتورك. ايه عمليه ايه المميزات بتاعت النيورال نتورك؟ اللي هي عمليه الليرنينج او التريننج، عمليه التدريب والتعليم، ان انا بدرب الانبوتس دي على انبوت معين بحيث لما ادخل الانبوت ده متوقع ان يديني الديزاير الاول طبقا للتريننج ده في السكه.
في عمليه الليرنينج، ثم عمليه الجنراليزيشن. يعني ايه عمليه الجنراليزيشن؟ يعني افرض ان احنا وصلنا الى قيم للويتس ال W اللي هو W0 و W1 الى W9، وصلنا قيم للويتس دي افضل ليرنينج بعد عمليه الليرنينج. دي قيم الويتس اللي انا وصلت لها، او دي نسميها W فاينل، الفاينل ويتس اللي انا هوصلها. توصلها بعد اي بوك او اثنين او ثلاثه او اربعه على حسب الايه الابلكيشن بتاعك. افرض دي قيم الويتس اللي انت دخلتها. عشان تتاكد ان عمليه الليرنينج دي صح، دخل اي انبوت من دول. دخل الانبوتس دي اللي هي بتمثل الاكس. لما دخل انا اكس هنا يبقى متوقع ان الواي يطلع بكام؟ بواحد. ولما دخل انا الاتش من هنا الاتش يبقى الواي لازم يطلع بكام؟ زيرو. يبقى انا قعدت اغير وادرب واعلم في الويتس بحيث في الاخر اوصلها لقيم هي حافظه الان، بمعنى ان لما ادخل له اكس يبقى الاوت المفروض يطلع واحد طبقا للتريننج داتا سيت، ولما ادخل له الاتش الاوت بتطلع المفروض بيساوي كام؟ زيرو. ده كتست لعمليه الليرننج. طب عمليه الجنراليزيشن، افرض ما هو الانبوت اللي داخل ده يا جماعه بيمثل باترن صح؟ الباترن ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايمج، ممكن يبقى هاند ريتن كاركتر خلاص؟ فاللي داخل ده كصوره كاركتر 2 3 اكس اتش كوتشن مارك السلاج، مدخل مربع، مدخل مثلث، مدخل صوره ميل، مدخل صوره فيميل، فممكن الصورة دي كده تبقى distorted أو تبقى noisy مشوهة. يعني إيه مشوهة؟ يعني أنا لما أعمل له learning لحرف الـ X وحرف الـ H وصلت أهو الـ weights للـ final weights بتاعتي، متوقع بقى لما أدخل له X الـ output يطلع بيساوي كام؟ واحد. ولما أدخل له الـ H الارض بتطلع بيساوي كام؟ زيرو. طب افرض بقى ان الاكس او الاتش دي داخله ديستورتد او نويزي، مش داخله بالشكل اللي هو اتعلمه. فدي عمليه الجنراليزيشن، ان النيورال نتورك لما بيحصل لها ليرنينج او تريننج، هو بيحصل لها ليرنينج او تريننج على مين؟ على الداتا اللي انت اديتها له. بعد عمليه الليرنينج دي لو اديته انبوت باترن او انبوت داتا ما كانش شافها في عمليه الليرنينج، هيقدر يطلع لك برضه الاكسبكتد اوتبوت، الاوتبوت الصحيح بتاعها. تعالى مثلا نجربها دي انا يا جماعه، يعني نجربها ازاي؟ افرض مثلا ان انت لو دخلت له الاكس بالشكل الصحيح بتاعها او بالاتش بالشكل الصحيح بتاعها، خلاص هو اتدرب انه يطلع هنا واحد ويطلع هنا زيرو. انما افرض ان البيكس دي كانت بلاك، يبقى الانبوتس اللي انا هدخلها له دي قيمها كام؟ يبقى واحد 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 زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد. دي كده انت كهيومن لما تبص لها تلاقيها اقرب لمين؟ انا ممكن الصوره اللي انت خدتها الحته دي مثلا ديستورتد او نويزي، غمقت شويه مثلا منك او قطع منها جزء، فدي اصبحت نويزي داتا. طيب هو كان متدرب على مين؟ ان الاكس تاخد القيمه دي خلاص، هو كان متدرب ان الاكس بالانبوت بتاعها بالقيمه دي. طب لما يجي يدخل له انبوت تاني، هل الانبوت ده كان في التريننج داتا سيت؟ ما كانش في التريننج داتا سيت. فالميزه ان هي حصل لها ليرننج وهتعمل جنراليزيشن. لو دخلناها انه ما شافتوش قبل كده في عمليه الليرننج في التريننج داتا سيت، متوقع ان الاوتبوت اللي طالع بواي في الحاله دي يطلع بيساوي كام؟ واحد. واحد.
لان الانبوت اللي شافه ده انه يعمل جنراليزيشن فهو يشوف الانبوت ده لاقرب انبوت هو كان اتدرب عليه في عمليه الايه الليرنينج، فهو هيشوف ان ده اقرب للاكس فيطلع هنا ايه واحد. طب افرض ان الاتش دي كان ده نويزي، يبقى الاتش النويزي دلوقتي هتبقى عباره عن ايه؟ 1 0 1 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
ايًا حرف الاتش اللي هو اتدرب عليه لا، بس الميزه ان هو بيحصل له تدريب او تعليم ليرنينج او تريننج، وانه يجنرالايز الكلام ده ان انا لما ادخل له انبوت بعد كده نويزي او ديستورتد اي بيكسل بقى يعني كاتب الخطا واحد او زيرو بالخطا، فهنا لما ادخل له انا هنا الاتش متوقع انه هيديني اوت واي بيساوي كام؟ زيرو. اذا الميزه في النيورال نت عمليه الليرنينج او تريننج ثم الجنراليزيشن ان هو اتدرب على تريننج داتا سيت معينه على انبوت معين، لو انت جيت دخلت له انبوت ما شافهوش قبل كده في عمليه الليرنينج هيقدر يعمل بريدكشن او اكسبكتيشن يتوقع الاوتبوت الصحيح بتاعه. زيك انت كهيومن، انت مثلا لو وريتك مثلا اي كاركتر حرف او رقم او اي سيمبل او اي صوره وكانت مشوهه شويه كده او تتهلك وسط الاف من الصور، انت قدراتك انت في الخلايا العصبيه بتاعتك انت متدرب ان ده حرف اتنين، طب لو صورتك بقى ايه مشوه شويه هتقدر برضه ايه تتعرف عليه. فهي دي ميزه في الشبكات العصبيه، عمليه الليرنينج والتريننج ثم الجنراليزيشن اللي قدروا يعملوا منها الارتفيشال نيورال نتورك. واضحه يا باشمهندسين الجزئيه دي؟ ان البرسبترون ده من اهم الابلكيشنز بتاعته هو الخارج بتاعه بياخد كام قيمه؟ قيمتين يا واحد يا زيرو يا واحد يا ناقص واحد. اذا هو يعمل كلاسيفيكيشن او ريكوجنيشن لتو كلاسز او تو كاتيجوريز، اقول له مثلا اثنين او مش اثنين او حرف ايه او مش حرف ايه، يعني ما بين تو كلاسز او اكس واتش او صوره ميل وصوره فيميل تو كلاسز. طب لو انت بقى عاوز تعمل كلاسيفيكيشن لمجموعه الارقام من 0 ل 9 لا يعني هو النيورون الواحد بيعمل كلاسيفيكيشن ما بين كام كلاس؟ اثنين تو كلاسز بس خلاص؟ يعني انا ادخل له مثلا 0 و1 او ادخل له 5 و6 تو كلاسز او مين او في مين. طب افرض ان انا عندي من 0 ل 9 ده كام كلاس؟ 10. يبقى انا محتاج كام نيورون؟ ممكن 5 نيورون، بحيث ان النيورون الاول يصنف ما بين تو كلاسز ما بين الزيرو والواحد، والنيورون الثاني يصنف ما بين الثلاثه والاربعه، او ممكن 10 نيورونز، بحيث ان كل نيورون يعمل كلاسيفيكيشن لكلاس واحد، ان مثلا لو النيورون الاول خارج واحد معناه ان ندخل زيرو، لو النيورون الثاني خارج واحد معناه ان ندخل واحد، لو النيورون الثالث خارجه واحد معناه ان ندخل اثنين، فممكن 10 نيورونز او اربعه او خمسه نيورونز. طيب فمن اهم الاستخدامات اللي هي عمليه الباتر كلاسيفيكيشن. الباترن كلاسيفيكيشن اللي هو بيصنف الباترن ده الى تو كلاسز، الى كلاس رقم واحد او كاتيجوري رقم واحد، والى كلاس رقم اثنين او كاتيجوري رقم اثنين. بس هو عشان يعمل الكلاسيفيكيشن ما بين تو كلاسز لازم الانبوت باترن ده مجموعه الانبوتس دي كلها لازم تبقى لينيرلي سيفرال. نفهم مع بعض بقى حته اللينيرلي سيفرال لان دي من اهم الشروط بتاعت عمليه الكلاسيفيكيشن. يعني ايه لينيرلي سيفرال؟ يعني الانبوت باتر اللي داخل ده الداتا اللي داخله دي اقدر اصنفها الى نوعين من الداتا. نوع من الداتا بيدي القراص الاول، ونوع من الداتا يدي القراص الثاني.
يعني على سبيل المثال لو انا دخلت له مستطيل ومثلث، هل في وجه شبه ما بين الباترن ده والباترن ده؟ لا، لا يمكن يبقى في وجه شبه. اذا انا هدخله الداتا دي هيكلاسيفاي ان هي مربع، وادخله الداتا دي هيكلاسيفاي ان هي ايه؟ مثلث. انما لو انا قلت له اعمل كلاسيفيكيشن ما بين المربع وما بين المستطيل، فاصبح المربع والمستطيل الاثنين في تداخل ما بينهم في الشكل، ان الباترن هنا قريب من الباترن هنا، فلان يرلي سيبرابل معناها ان الانبوت داتا دي اقدر افصلها الى نوعين من الداتا، النوع الاول بيدي الكلاس الاول والنوع الثاني بيدي الكلاس الثاني، يعني اقدر افصل ما بينهم بخط مستقيم. عشان نوضح الفكره دي تعالى ناخد الاند اوبريشن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاكزامبل بتاع المحاضره اللي فاتت. تمام؟ الاند اوبريشن انا بيبقى عندي كام انبوت؟ اكس واحد و اكس اتنين، لا هي دي اكسترنال انبوت، ده كده انترنال. خلاص؟ طيب ده دبليو 1 وده دبليو 2. المثال بتاع الاند اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. طيب لما اجي اعمل ليرنينج ادرب الويتس دي، مين هي التريننج داتا سيت؟ اللي هي ترو ستيت اكس 1 واكس 2 والواي الديزاير او التارجت 0 0 0 1 1 0 يدي 0 0 0 1 1 يدي 1. اذا ده كده يعتبر كلاس وده كده يعتبر كلاس. يعني انا دخلت مجموعه من الانبوتس ادى الخرج 0 ومجموعه ثانيه من الانبوتس ادى الخرج الثاني بيساوي كام؟ 1. اذا الانبوتس دي بتنتمي لكلاس رقم 1 مثلا، والانبوتس دي بتنتمي لكلاس ثاني وليكن رقم 2. لما تيجي تعمل ليرنينج باستخدام التريننج داتا سيت زي الاكزامبل اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت، هتصل في النهايه ان ده ناقص 1.5 وده بيساوي 1 وده بيساوي 1. بس شرط اساسي يا جماعه زي ما قلت من شويه، ان انا لما ادخل هنا مجموعه من الانبوتس تخلي الاوتبوت يطلع بزيرو، فده كانه الكلاس او الكاتيجوري رقم 1، ومجموعه ثانيه من الانبوتس بتدي الكلاس رقم 2 او الكاتيجوري رقم 2 الكلاس الثاني ان الاوتبوت يطلع بواحد. لازم مجموعه الانبوتس دي ومجموعه الانبوتس دي دي بتدي كلاس ودي بتدي كلاس، لازم الاثنين يبقوا مفصولين عن بعض. يعني ايه برضه مفصولين عن بعض؟ انا عندي كام انبوت هنا؟ اثنين. ف لو جينا مثلنا الكلام ده في الانبوت سبيس، الانبوت سبيس اللي هو محورين، ده محور الانبوت الاولاني وده محور الانبوت الثاني. يعني القيم اكس واحد دي كده بتمثل جميع القيم على المحور الافقي، وقيم اكس 2 بتمثل جميع القيم على المحور الراسي. فلما يبقى عندي 2 انبوتس يبقى السبيس بتاع الانبوت كام دايمنشن؟ اي نقطه هنا ليها احداثي افقي واحداثي ايه؟ اذا دي بتمثل اكس 1 واكس 2 اللي هو الفيكتور اكس اللي انا مدخله 2 دايمنشن. خلاص؟ انما لما يبقى 3 انبوتس اكس 1 واكس 2 واكس 3 يبقى في 3 محاور اكس 1 واكس 2 واكس 3، يبقى السبيس هنا كام دايمنشن؟ 3 دايمنشن. يعني لما يبقى عندك اكس 1 واكس 2 واكس 3 يبقى اي بوينت هنا
بتمشي على الاكس بكام واكس 2 بكام واكس 3 بكام. اذا اي بوينت هنا عباره عن اكس 1 واكس 2 واكس 3 ده الانبوت فيكتور اكس 3 دايمنشن. يلا ضرب على يمين. لا بقول له في بقى شواطع بعد كده. اه ممكن يبقى 4 انبوتس. ممكن يكون 4 انبوتس يبقى اكس 1 و2 و3 والمحور الرابع بتاع مين؟ اكس 4. على حسب يبقى السبيس بتاع الانبوت ممكن يبقى 2 دايمنشن او 3 او 4 او 5 على حسب عدد مين؟ على حسب عدد مين؟ الانبوتس. ففي السبيس ده كده دي قيم الانبوتس خلاص اللي بتطلع. يعني ايه قيم الانبوتس؟ يعني اكس 1 بكذا واكس 2 بكذا، فانا هشوف اكس 1 بكام واكس 2 بكام، فممكن يطلع لك منطقه هنا كل المنطقه دي كده قيم الانبوتس. اي نقطه هنا ليها تو كوردينيتس اكس 1 واكس 2، فدي المنطقه دي كده بتمثل جميع النقط اللي هي قيم الانبوت الاول وقيم الانبوت الثاني اللي بتدي التراس رقم واحد، يعني ان في الخارج بيساوي كام؟ واحد. خلي ده رقم اثنين وده رقم واحد. ويبقى في منطقه ثانيه فيها جميع الانبوتس اللي بتدي الكلاس رقم اثنين اللي فيه الاوت بيساوي كام؟ زيرو. شايف بقى في السبيس ده او في الانبوت سبيس ده او التو دايمنشنز دول اقدر افصل ما بين الاثنين بخط مستقيم كده. يعني ايه اقدر افصل ما بين الاثنين بخط مستقيم؟ ان جميع النقط في الخط المستقيم دي بتمثل قيم الانبوت الاول وقيم الانبوت الثاني اللي لو عوضت بيها الخارج يطلع بكام؟ اللي هو الكلاس الاولاني. وتحت الخط المستقيم دي جميع النقط اللي هي قيم اكس 1 وقيم اكس 2 اللي لو عوضت بيها يديك الكلاس الثاني ان الواي تساوي كام؟ زيرو. اذا المنطقه اللي فيها الاوتبوت واحد والمنطقه اللي فيها الاوتبوت زيرو قيم الانبوتس هنا اقدر افصلها بستريت لاين بخط مستقيم. دي بتعني لينيرلي سيبرال. انما هي ممكن في ابلكيشن اخر يكون عندي تو انبوتس اكس 1 واكس 2. دي كده المنطقه اللي بتدي الكلاس رقم 1، ودي كده المنطقه اللي بتدي الكلاس رقم 2. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ما اعرفش ايوه. فدي كده بنقول ان هي نوت لينيرلي سيبرال ان المنطقه اللي فيها الان تطلع الخارج بواحد اللي هو الكلاس الاولاني، والمنطقه اللي فيها الان بتطلع الخارج بزيرو اللي هو الكلاس الثاني، في اوفر ده ما بين الاثنين. يعني انت عشان تفصل ما بين الاثنين عمليه الفصل هنا مش هتبقى خط مستقيم. ففي البرسبترون عشان يعمل كلاسيفيكيشن لاي انبوت باتر لازم مجموعه الانبوتس دي تبقى لينيرلي سيبرال. طب هي لو تو انبوتس يبقى عندي السبيس كام دايمنشن؟ تو دايمنشنز. فيبقى المنطقه اللي بتدي الكلاس الاول والمنطقه اللي بتدي الكلاس الثاني اقدر افصل ما بينهم بخط ايه؟ مستقيم. طب هما كانوا 3 انبوتس. لو كانوا 3 انبوتس ادي اكس 1 وادي اكس 2 وادي اكس 3. يعني اي نقطه في السبيس هنا لها كام كوردينيت؟ 3. يبقى النقط بتاعه السبيس دي في نقط لو عوضت بيها اللي هي قيمه اكس 1 و2 و3 بتدي القراص الاول ويطلع بواحد، وفي منطقه ثانيه لو عوضت بقيم الانبوتس تدي الكلاس الثاني واي بيساوي زيرو. متوقع بقى المنطقه اللي تدي الكلاس الاول والمنطقه اللي تدي الكلاس الثاني ايه اللي هيفصل ما بينهم؟ خط مستقيم ولا ايه؟ محور مستوى ليه؟
يعني انت لو كان عندك 3 دايمنشنز اكس 1 واكس 2 واكس 3 يبقى ممكن يكون عندك هنا بلين هو اللي بيفصل ادي اكس 1 و2 و3 يبقى المنطقه القرص الاول ومنطقه القرص الثاني يبقى اللي بيفصل دول كده بلين مستوى. طب لو كانوا 4 البوتس اللي سبيس 4 دايمنشنز يبقى اللي يفصل دول برضو ايه بلين مستوى. ففي ابسط حاجه لو انا عندي 2 انبوتس زي الاند اوبريشن عشان نوضح اللينيرلي سيرفر ان هو لو انا قدرت افصل ما بين الكاتيجوري والكلاس ده وما بين الكاتيجوري والكلاس ده بخط مستقيم فهي كده لينيرلي سيرفر. ما قدرتش افصل ما بينها فهي دلوقتي نوت لينيرلي سيرفر. تعال نوضحها اكتر. على الاند برضه في الاند هنا ادي اكس 1 وادي اكس 2 بس عبد الموضح على الاند الخط المستقيم ده كده ده بنسميه الديسيشن باوند ده بنسميه الديسيشن باوند. يعني ايه الديسيشن باوند دي؟ يعني جميع النقط على الخط المستقيم ده جميع النقط على الخط المستقيم ده دي قيم اي نقطه هنا الكوردينيت الافق بتاعها اكس 1 والكوردينيت الراس بتاعها اكس 2 دي جميع النقط دي قيم الانبوت اللي تدي الكلاس الاول ولا الكلاس الثاني؟ لا ده ولا ده؟ خلاص؟ ما هي القيمه دي لازم تبقى فوق عشان تدي الكلاس الاول او لازم تبقى تحت عشان تدي الكلاس الثاني فدي النقط اللي بتفصل التو كلاسز بنسميها الديسيشن باوند. طيب الواي هنا عشان يطلع بيساوي 1 مين اللي بيقول هنا ان الواي يطلع بواحد او زيرو؟ الواي ده معتمد على مين؟ الانبوتس والويتس يعني الاول بحسب البي ثم الاكتيفيشن فانكشن. طب البي دي كانت بتساوي ايه؟ مش دبليو 0 اكس 0 زائد دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2 فلما يبقى الواي بيساوي 1 معناها ان في المنطقه اللي فوق دي ان البي اكبر من الزيرو ولا اقل من الزيرو؟ البي اللي هي بتساوي W0 X0 زائد W1 X1 زائد W2 X2 تكون أكبر من كام؟ يبقى المعادلة دي أكبر من الصفر. يعني في المنطقة اللي فوق الخط جميع قيم الانبوتس X1 و X2 فوق الخط اللي اتعوض بيها في المعادلة دي لازم يديك الأوت بيساوي 1. طب جميع النقط اللي تحت الخط W0 x0 زائد w1 x1 زائد w2 x2 اللي هي ال v اكبر ولا اقل من الزيرو؟ اقل من الزيرو. اقل من الزيرو. اذا دي المنطقه اللي تحت دي قيم x1 وقيم x2 اللي لو عوضت بيها الاوت بتطلع بيساوي زيرو. اذا اي نقطه فوق هنا قيمه x1 وقيمه x1 واكس 2 لو عوضت يدي دي اكبر من الزيرو واي نقطه تحت هنا في الباص الثاني قيمة x1 وقيمة x2 لو عوضت هنا يطلع اقل من الزيرو. طب النقط اللي على الخط نفسها دي يعني الخط اكبر من الزيرو ده الخط اقل من الايه؟ هنا المعادله دي اكبر من الزيرو فوق الخط تحت الخط المعادله دي اقل من الزيرو. اذا جميع النقط اللي على اللاين ده بيتحقق عندها ان ال v بتساوي w0 x0 زائد w1 x1 زائد W2 X2 يساوي كام؟ زيرو. إذا دي معادلة الديسيشن باوند. طب ما هو الديسيشن باوند ده عبارة عن خط مستقيم. بس ده خط مستقيم ما بين مين ومين؟ ما بين X1 وX2. لما أقول لك خط مستقيم يبقى مين اللي خط مستقيم في مين؟ X1 هي اللي خط مستقيم في X2 ولا X2 هي اللي فانكشن من X1؟ يبقى الخط المستقيم ده علاقه ما بين مين ومين؟ علاقه ما بين اكس 1 واكس 2. معادله الخط المستقيم هي المعادله دي. طب تعالى بقى في المعادله دي كده نجيب الاكس 2 لوحدها في طرف. ادي الاكس 2 هتساوي ودي كل الحدود ده الناحيه اللي هناك بدي هتساوي ايه؟ ناقص دبليو 1
على دبليو 2 في اكس مين؟ اكس 1 في اكس 1 ناقص طبعا الاكس دي يا جماعه دي اكس 0 الاكس 0 ده خلاص بواحد يبقى ناقص دبليو 2 دبليو 0 على دبليو 2 اذا دي كده معدل الخط المستقيم ده ان انا بقول مش انتوا عارفين يا جماعه لما بقول لك واي واكس ده خط مستقيم مش واي بتساوي خط مستقيم في اكس مين هي الواي الاكس 2 ومين هي الاكس اللي هي اكس 1 فانا بكتب اكس 2 خط مستقيم في اكس 1 طيب نقطة التقاطع دي عندها اكس 1 بكام؟ عند نقطة التقاطع دي اكس 1 بكام؟ عند نقطة التقاطع دي اكس 1 بكام؟ بزيرو فلما تعوض على اكس 1 بزيرو إذا القيمة دي تطلع ناقص دبليو 0 على دبليو 2 لأن الارتفاع ده كده. طب عند النقطة دي اكس 2 بكام؟ ونتعوض عن اكس 2 بزيرو فده يطلع بيساوي كام؟ ناقص دبليو 0 على دبليو 1 اللي هو المسافة الأفقية دي. طب السؤال دلوقتي هو أثناء عملية الليرنينج الويتس دي ثابتة ولا بتتغير؟ بتتغير. إذا في عملية الليرنينج شوف يا جماعة الجزء اللي بيقطعه من المحور الرأسي بيساوي دبليو 0 على دبليو 2 والجزء اللي بيقطعه من المحور الأفقي بيساوي دبليو 0 على دبليو 1 والميل بتاع الخط بيساوي إيه؟ دبليو 1 على دبليو 2 السالب طبعا هو سالب عشان ده خط نازل. معنى كده آدي المحورين بتوعك اكس 1 واكس 2 ده المنطقه اللي تدي القراص الاول ودي المنطقه اللي تدي القراص الثاني اثناء عمليه الجرمي الخط المستقيم ده هيبقى له شكل ثابت ولا متغير؟ اثناء عمليه الجرمي هيتغير ليه؟ لان شايف النقطه اللي بتحمل المحور الراسي والنقطه اللي بتحمل المحور الافقي والميل بتاعه معتمد على الويت فاثناء عمليه الليرنينج الارقام دي متغيره يعني اثناء عمليه الليرنينج ممكن الخط يبقى كده ممكن يبقى كده ممكن يجي كده ممكن يجي كده الخط عمال يتغير معانا بحيث بعد عمليه الليرنينج بعد عمليه الليرنينج لما تصل الى القيم النهائيه للويتس هيكون الخط ده وصل الى الايه؟ الشكل النهائي بتاعه ان هو يبقى خط مستقيم يفصل المنطقه اللي بتدي الكلاس الاول عن المنطقه اللي بتدي الايه؟ الكلاس الثاني. واضحه يا جماعه حته اللينيرلي سيبرابل والنوت لينيرلي سيبرابل؟ تعالى نطبقها على الاند اوبريشن. طيب هو البرسبتور ده يا جماعه العمليات المنطقيه اللي كان بيجريها. البرسبتور ده ايه العمليات المنطقية اللي ممكن البرسبترون ده يعملها؟ اند اور الاند والاور والنام والنور ما جبناش سيرة الاكس اور ليه؟ لأن في الان وفي الاور وفي النور وفي النام الانبوتس هتبقى لينيرلي سيبرابل انما في الاكس اور ما هيش لينيرلي سيبرابل تعال نشوف كده في الان انا عندي في الان ادي محور اكس 1 وادي محور اكس 2 اول داتا في الداتا ست 0 0 0 0 0 0 0 بيدي خارج ب 0 فبعمل دايره كده هواي على اساس ان الخارج هنا ايه؟ 0 طب والسامبل الثانيه؟ 0 اكس 1 ب 0 واكس 2 بكام؟ بواحد فالخارج هنا هيطلع ب 0 طب واكس 1 بواحد؟ يطلع برضه هنا كام؟ زيرو. انما واحد واحد يدي ايه؟ يدي واحد. اقدر افصل ما بينهم بخط. فشايف بقى انت تقدر تفصل المنطقه دي كده، دي كده منطقه القراص رقم واحد اللي فيها الاوت بوينت بيساوي واحد او من بي اكبر من الزيرو، ودي منطقه القراص رقم اثنين اللي فيها الواي بزيرو او من بي اقل من الايه؟ من الزيرو. طيب الخط المستقيم ده اثناء عمليه الليرنينج وانت بتعمل ليرنينج للويتس دي الويتس دي متغيره ولا ثابته؟ متغيره وبالتالي الخط المستقيم ده هيبقى ايه؟
متغير معاك، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، لحد بعد عمليه الليرنينج لما تصل بقى لقيم الويتس دي خلاص هيكون الخط ده وصل للشكل النهائي بتاعه. تعال نعوض كده بقى دبل واحد دي و... دي واحد ودي واحد واحد على واحد والاشاره ست بسالب واحد يبقى اكس 2 هيساوي ناقص اكس 1 ودي كام؟ ناقص 1.5 يبقى ده زائد كام؟ 1.5. تعالى نعوض بقى كده عن اكس 1 ب 0 يطلع اكس 2 بكام؟ 1.5. واكس 2 ب 0 يطلع اكس 1 بكام؟ يطلع برضه بواحد ونص. هو قسم لك التو كلاسز ايه عن بعض. واضح يا جماعه الستريت لاين ده اثناء عمليه الليرنينج متغير ولا ثابت في الشكل؟ متغير. انما هو في الاخر هياخد شكل ثابت بعد ما الويتس تصل للسيت ستيت فاليوز ايه؟ بتاعتها. طيب الفاينل ويت اللي هو دبليو 1 ودبليو 2 في الاخر وصل لكام؟ 1.1 صح كده؟ ده الفاينل ويتس اللي انا وصلت له. طيب لو انت مثلت المحور اوف كده على انه اكس 1 والمحور الراس ده على انه اكس 2 فده بنسميه الانبوت سبيس. انما لو انا مثلت المحور الاوف على انه دبليو 1 والمحور الراس على انه دبليو 2 فده بنسميه الويت سبيس. هبقى اشوف الفاينل ويتس اللي انا وصلت لها 1.1. يعني ايه 1.1؟ يعني دبليو 1 1 ودبليو 2 1 يعني هيديك الايه النقطه دي كده. لما توصل دي كده بنقطه الاصل يبقى النقطه دي عندها الويت كفيكتور اللي هو عباره عن دبليو 1 ودبليو 2 وصل الى 1.1 كفيكتور اللي هو يعني ماتريكس فيها عمود واحد. هنستنتج من كده بص كده على الفيكتور ده اللي هو بيمثل النقطه دي بتمثل قيم الويتس اللي انا وصلت لها في الاخر والستريت لاين ده ما له علاقه بين الاثنين دول؟ برافو عليك هيطلعوا متعاملين على بعض. اذا ده بعد عمليه الليرنينج لما ترسم الديسيشن باوند للستريت لاين وترسم الفيكتور اللي بيمثل الويتس لازم الاثنين يطلعوا متعمدين اورثوجونال كده ايه مع بعض. بس اتجاه الفيكتور ده انتوا عارفين يا جماعه انا لو عندي سبيس 2 دايمنشن ليها كوردينيت في المحور الافقي وكوردينيت في المحور الراسي فالنقطه دي لما بوصلها بالنقطه الخاصه دي فيكتور النقطه دي بتمثل فيكتور النقطه دي بتمثل فيكتور بس الفيكتور ده كام دايمنشن؟ 2. شايف الفيكتور بتاع الويتس الاورينتيشن اتجاهه في اتجاه التراس الاول ولا اتجاه التراس الثاني؟ يبقى شايف هو متعامل على الديسيشن باوندري بس هو اورينتد يعني او بوينتنج بيشير الى المنطقه اللي بتدي التراس الاولاني ان الواي يطلع بيساوي كام؟ 1. واضحه يا جماعه النقطه دي؟ طيب ليه بقى الاكس او في الاكس او لو عندي اكس 1 واكس 2 وادي الاوت واي 0 و0 طلع كام؟ 0 0 و0 1 1 و0 1 1 0 0 طلع كام؟ 0. فلما تيجي انت تمثلها كده في الانبوت سبيس اكس 1 واكس 2 0 و0 طلع 0 1 1 طلع 1 وهنا 1 وهنا 0. شايف بقى دي المنطقه ده كده الكراس الاول وده كده التراس الثاني. قول لي بقى تقدر تفصل المنطقه قيم اكس 1 واكس 2 اللي بتدي التراس الاول عن الثاني لوحدها؟ هتفصلها ازاي؟ ما انت ما ينفعش تعمل كده. لان دول تو كلاس مختلفين، ما ينفعش تعمل كده. لان دول تو كلاس مختلفين، ما ينفعش تعمل كده. فانت مش هتقدر فعليا تبقى لينيارلي ولا نوت لينيارلي؟ نوت لينيارلي سيبرت. عشان كده الاكس او عشان الداتا بتاعتها ما هيش لينيرلي سيبرابل ما اقدرش اعملها بسنجل نيورون
زي ما نشوف المرة الجاية دي بتحتاج 3 نيورون. نيورون نتورك بقى ايه؟ مالتي ليجل. واضح كده يا باشمهندسين؟ نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله.